شير واضح تاني، معلش سؤال تاني. تمام يا دكتور زاهر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ المحاضرة إن شاء الله. احنا هنتكلم عن ظاهرة اسمها ظاهرة الكورونا. الآن النهاردة إن شاء الله ممكن تكون محاضرة خفيفة كده، خلصها بسرعة. بنقول ظاهرة الكورونا دي بتحصل على خطوط النقل الكهربية، على الأوفر هيد ترانسميشن لاينز. أما نحب ندي مقدمة عنها، هنقول لما بنيجي نزود الفولتج على تو كوندكتورز، في الأول خالص initially nothing will be seen or heard. يعني تيجي تزود الجهد على الأوفر هيد ترانسميشن لاين ابتداء من لو خط بيشتغل على 220 كيلو، لو أنت ابلاي جهد لغايه قبل ما توصل ل 220 كيلو مش هتسمع اي صوت ولا يحصل اي حاجه خالص عندك على الاوفر هيد ترانسميشن لاينز. لو الفولتج زاد، الاير الهواء اللي بيبقى سراوندنج ذا كوندكتورز، حوالين الكوندكتورز، جيت ايونايزد. جيت ايونايزد يعني تصبح طبقات الهواء الملاصقه بالكوندكتور، الكوندكتورز بتاعت الاوفر هيد ترانسميشن لاين ايونايزد. تصبح ايونايزد يعني الطبقات اللي حواليها دي تصبح كأنها موصلة للكهرباء. وعند certain voltage a hazing noise is heard caused by the formation of corona. وعند جهد معين كده وانت عمال تزود، وصلت ل 220، ممكن اكتر من 220 شوية، تلاقي الصوت صوت بدأ يظهر. الصوت ده بنسميه hazing noise، صوت زنة كده بالظبط زي ما هعمله كده. لو احنا مشينا حوالين overhead transmission line بالليل ممكن نسمع الصوت ده لو الجهد كان زايد عن الجهد المسموح به. طيب ده بنسميه الهيزنج نويز. هيزنج نويز this voltage is known as the disruptive critical voltage. بنسمي الجهد ده كمان اللي هو بيحصل عنده الهيزنج نويز، الصوت المزعج الخفيف دوت، بنسميه disruptive critical voltage. لو زودنا اكتر واكتر الجهد بعد ما سمعنا الهيزنج نويز ده، after virtual increase in the voltage what cause a visible violet glow. visible violet glow يعني ضوء او وهج لونه بنفسجي، والحقيقه ده بيتشاف بكثره على الاوفر هيد ترانسميشن لاينز والدنيا ضلمه لو الجهد زاد عن الجهد بتاع اللي بيسبب الهيزنج نويز. تبدا تشوف الضوء بنفسجي خافت، بنسميه في الحاله دي الكورونا انسبشن فولتج، الفيجوال كورونا انسبشن فولتج، الفيجوال كورونا انسبشن فولتج. يبقى مبدئيا عندنا جهدين، الجهد بنسميه disruptive critical voltage وده اللي بيحصل عليه عنده الهيزنج نويز، وجهد تاني بنسميه الفيجوال كورونا انسبشن فولتج وده اللي بيحصل عليه عنده ضوء الوهج. طبعا الفيجوال كورونا فولتج بيبقى اعلى من disruptive critical voltage. الميكانيزم في كورونا ديستشارج يعني عمليه التفريغ اللي بتحصل حوالين المواصلات دي وتخلي طبقه الهواء الملامسه للكوندكتورز تتأين. ازاي؟ الستريس سراوندنج ذا كوندكتور از مينيمم ات ذا كوندكتور سيرفيس اتسيلف، على سطح الكوندكتور الالكتريك فيلد بيبقى ماكسيمم، على سطح الكوندكتور الالكتريك فيلد بيبقى ماكسيمم ات ذا كوندكتور سيرفيس اتسيلف اند ديكريزس rapidly as the distance from the conductor increases. يعني تخيل الاوفر هيد ترانسميشن لاين اللي متعلق على بتوين التاورز ده، على سطح الكوندكتور بيبقى فيه ماكسيمم الكتريك فيلد. تبعد عن سطح الكوندكتور شويه وانت رايح رايح نازل 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 الارض، الالكتريك فيلد بيقل. Thus when the stress has been raised to critical value immediately surrounding the conductor, ionization would commence only in this region and the air in this region would become conducting. لما بترفع الجهد بقى لأعلى من القيمة وتوصل للكريتيكال، طبقة الهواء الملامسة بتجيت ايونايزد، فبالتالي كأنها بتزود لك كأنها officially بتزود لك
الديامتر بتاع الكوندكتور، فيصبح الماكسيمم الكتريك فيلد بتاعك عند مسافة كان عندها الفيلد أقل بشوية. The effect is to increase the effective conductor diameter while the voltage remains constant. This results in two effects. وده بيؤدي لنا إلى تأثيرين. يبقى وصلت للكريتيكال يعمل لك ايونيزيشن لطبقة الهواء، ايونيزيشن لطبقة الهواء كأن الماكسيموم الكتريك فيلد بدل ما هو بقى كان على نقطة الكوندكتور سيرفس على الكوندكتور انتقل لنقطة على سطح أكبر من الكوندكتور بتاع الدايمتر اللي هو الفكتيشس دايمتر أو الدايمتر اللي زاد كأنه زيادة خيالية، فتصبح قيمة الإلكتريك فيلد عنده أعلى. Firstly, an increase in the effective sharpness of the conductor would reduce the stress outside this region. Secondly, this would cause a reduction of the effective spacing between the conductors leading to an increase in stress. ويؤدي إلى زيادة في الستريس. طيب. Depending on which effect is stronger, the stress at increasing distance can either increase or decrease. If the stress is made to increase, further ionization would occur and flashover is invisible. لو ده أدى إلى زيادة في المسافة بالتالي يؤدي لزيادة الإلكتريك فيلد، أيونيزيشن أكتر يفضل يحصل، أما أيونيزيشن يفضل يحصل أكتر وطبقة الهواء الملامسة دي تزيد لتحت. تخيل الكوندكتور كده وأنت نازل الأرض، الهواء عمال يعني يتأين طبقة الهواء الملاصقة للكوندكتور تتأين لغاية ما تاخد جزء كبير تحت الكوندكتور. Under ordinary conditions, the breakdown strength of air can be taken as 30 كيلو فولت بير سنتيمتر بيك. قلنا الهواء بيتكسر عند 30 كيلو فولت بير سنتيمتر بيك. فبالتالي لو 1 سنتي تحت الكوندكتور وصلنا 30 كيلو فولت بير سنتيمتر، طبقة الهواء بمقدار 1 سنتي كان دايمتر 1 سنتي يحصل له ionization اتكسر، لو 2 سنتي يبقى محتاجين 60 كيلو فولت او 58 كيلو فولت زي ما قلنا قبل كده. يبقى لو وصل الجهد باعلى من 58 كيلو فولت فوق ال 220 تلاقي 2 سنتي تحت الكوندكتور دول حصل لهم ايونيزيشن. كورونا ويل اوف كورس بي افكتد باي ذا فيزيكال ستيت او ذا اتموسفير. كورونا دي بتتاثر يعني بريك داون ووتش او طبقه الهواء اللي هتتاين حوالين الكوندكتور هتتاثر بايه؟ بالاتموسفيريك كونديشنز اللي هو الهيوميديتي والبريشر والتمبريتشر. In stormy weather, the number of ions present is generally much more than normal. اما الاجواء تكون عاصفه عدد الايونات اللي بتبقى موجوده بتبقى اكتر من النورمال. And corona will then be formed at a much lower voltage than in fair weather conditions. يعني في الطقس العادي اللي هو الطقس المعتدل لو الكورونا هتحصل عند مثلا 100 كيلو فولت، لا لو الجو ستورمي ممكن الكورونا دي تحصل عند 90 كيلو فولت او 95 او 94 او 98 وات ايفر. ده جاست ان اكزامبل. This reduced voltage is generally about 80% of the fair weather conditions. يعني تقريبا ممكن لو 100 يحصل عند 80 زي ما بنقول هنا كده. طيب الفاكتورز افكتنج كورونا، ايه هي العوامل التي تؤثر على الكورونا؟ قلنا الكوندكتور اول حاجه. الكوندكتور Corona effect is considerably affected by the shape, شكل, size, and surface conditions of the conductor. Shape, شكل. شكل يعني شكل فيه roughness, فيه corrugations, هو smooth ولا مش smooth. Size, حجم الكوندكتور يعني الدايمتر بتاعه. Surface conditions يعني عليه بولوشنز ولا معلوش، عليه كورريجيشنز ولا معلوش، ديرتي ولا مش ديرتي. او ذا كوندكتور
كورونا افكت ديكريزيس ويز انكريزيس ان ذا سايز اوف ذا كوندكتور. كل ما كبر الكوندكتور سايز يعني الكوندكتور دايمتر كل الكورونا افكت ما كانت اقل. اوكي يبقى الكورونا بتقل مع الانكريز في السايز بتاع الكوندكتور. This effect is less for the conductors having ground conductors compared to flat conductors. يعني عندها round conductors الإفكت ده بيبقى أقل من إن الفلات conductors. طيب اللايت فولتج جهد الخط نفسه. Corona discharge effect is not present when the applied light voltage are less. يعني الخط شغال عند 220 كيلو فولت. اوكي لو انت حطيت عليه 210 مش هيحصل كورونا افكت او 200. طيب امتى بقى؟ when the voltage of the system increases corona effect will be more. الاتموسفير ثالث حاجه break down voltage directly proportional to the density of the atmosphere. الدنسيتي او ذا اتموسفير ان هو الضغط ضغط ودرجه الحراره والتمبريتشر اللي احنا جبناه بالفاكتور دلتا present in between the bar conductors in a stormy القراره تاني weather conditions the ions present around the conductors is higher than normal weather conditions مما يؤدي الى حدوث الكورونا عند جهد اقل من المفروض تحصل عليه في النورمال او الفير weather conditions. Spacing between the conductors. المعامل الرابع. Conductor وconductor ما بينهم مسافة. كل ما بعدت المسافة دي كل الكوندكتور بتاعي كل الكورونا بتاعتي ما قلت قيمتها. يبقى electrostatic stresses are reduced with increase in the spacing between the conductors. Corona discharge effect takes place at much higher voltage. When the distance between the power conductors increases. يعني عندك two single phase transmission line الكوندكتورز بتاعتي على مسافة 3 متر من بعضهم حصلت بتحصل الكورونا عند 100 كيلو فولت. لو المسافة دي بقت 4 متر تحصل الكورونا عند 110 كيلو فولت على سبيل المثال. بكل ما زادت distance between the conductors كل الكورونا ما حصلت عند جهد اعلى من اللي المفروض تحصل عنده. خلي بالك تحصل عند جهد اعلى انا مش عايزها تحصل انا بقول تحصل عند جهد اعلى. Methods for reducing corona. طب ازاي بقى اقلل الكورونا؟ ايه هي الطرق اللي هقلل بيها الكورونا؟ الطرق اللي هقلل بيها الكورونا انا ممكن امسك الفاكتورز والعب فيها. تبقى الفاكتورز دي لو لشيتها او لو عملت لها eliminating معناه ان انا بحسن من او بقلل من قيمه الكورونا. معايا يا جماعه؟ اي حد يرد؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. طيب اول حاجه by increasing the spacing between the conductors بان انا ازود المسافات ما بين الكوندكتورز اللي هو الرابع ده spacing between the conductors. Okay. Corona discharge effect can be reduced by increasing the clearance spacing between the phases of the transmission lines. However, increase in the phases result in heavier metal supports. كل ما زودت المسافات ما بين الكوندكتورز معناه انك انت محتاج supports او ابراج اعلى او ابراج اعرض. فبالتالي الابراج الاعرض دي هتكلفك فلوس لانك بتحتاج ماتيريال اكتر الماتيريال بفلوس. كوست اند سبيس ريكويرمنتس انكريز بالاضافه الى الكوست سبيس كل ما تعرض البرج كل ما احتاجت سبيس مكان اكتر. طيب رقم 2 باي انكريزنج ذا ديامتر او ذا كوندكتور اللي هي الخاصه بدي الخاصه بايه؟ ديامتر او ذا كوندكتور كان بي انكريزد تو ريديوس ذا كورونا ديسشارج افكت.
by using hollow conductors. These are used to increase the effective diameter of the conductor without using any additional material. يعني انت لو عملت هولو كوندكتور يبقى تقدر تكبر الدايمتر من غير ما تعمل سوليد كوندكتور له دايمتر اكبر، فبالتالي تقدر توفر من الماتيريالز. Since corona has loss, corona loss is inversely proportional to the diameter of the conductor. Corona loss decreases with an increase of the diameter. حتى الكورونا لوس بتقل مع زيادة الدايمتر. By using bundle conductors. يمكن انتوا بدأتوا ترانسميشن لاينز ولا لسه ما بدأتوش؟ بدأتوا ترانسميشن لاينز. باستخدام البندل كوندكتورز باي يوزنج بندل كوندكتورز. بندل كوندكتورز يعني ايه؟ شرحناها، يعني قلنا الفيزا الواحدة لو عندك 3 فيز سيركت يبقى كل فيزا منهم لو احتوت على كوندكتور واحد بسميها 3 فيز سنجل كوندكتور، لو كل فيزا 2 يبقى 2 بندل كوندكتورز في الفيزا، او بندل 2 لو 3 بندل 3 لو 4 بندل 4. امتى بنحتاجها دي؟ لما اشيل، اكون عايز اشيل على الدايره بتاعتي او على الثري في السيركت تيارات عاليه جدا، فبدل ما اشيل التيارات دي كل فيزه تشيل لي 3000 امبير واعمل كروس سكشن سنجل كوندكتور يشيل 3000 امبير، لا اعمل 3 بندل كوندكتور في الفيزه متوصلين ان بارلل، وكل في بندل كوندكتور او كل كوندكتور من في البندل يشيل 1000 امبير بدل من 3000، يبقى 3000 توزعوا على الثلاثه سب كوندكتورز او الثلاثه بندل اللي موجودين في الفيزا، وبالتالي في الحاله دي برضو ده بيؤدي لي الى ان الكورونا تقل. يبقى كورونا رينجز اور هنا باي يوزنج By using bundled conductors, also corona effect can be reduced. This is because bundled conductors will have much higher effective diameter compared to the normal conductors. آخر حاجة by using corona rings or grading rings. لو أنت شفت حوالين الـ high voltage insulators هتلاقي في الرينجز اللي احنا استخدمناها عشان نيكواليز البوتنشال حوالين الانسيليتر بتستخدم أصلا لتقليل الكورونا. كورونا رينجز or grading rings are present on the surge arrestors to equally distribute the potential along the surge arrestors or lightning arrestors which are present near the substation and in the transmission lines. حتى في حاجة اسمها surge arrestors بتحط على الاوفرهيد ترانسميشن لاينز قريبة من السبستيشنز، خد بالك بنحط حواليها grading rings. الجريدنج rings بتقلل من قيمة الكورونا غير الجارد رينجز اللي موجودة على الانسيليترز. يبقى احنا عرفنا الاسباب وعرفنا الظاهرة وعرفنا الاسباب او الفاكتورز اللي بتأفكت على الكورونا وعرفنا how to reduce الكورونا. طيب ندخل على الادفانسز بتاع الكورونا. الادفانسز في الكورونا It acts as a safety valve by reducing the magnitude of high voltage steep front waves that may be caused by lightning or power switching. Safety valve يعني بمجرد انها ما هتبدأ تحصل وتديك الوهج او الهيزنج نويز، انت بتقدر تعرف عن طريق مونيتورز وحاجات ان الجهد زاد على الخط فتقدر تتصرف بعد كده، فبنسميها safety valve. With the formation of corona يعني بتكوين الكورونا the air surrounding the conductor becomes conductive. الهواء المحيط بالكوندكتور بيصبح conductive and there is a virtual increase in the effective diameter. وكأننا عندنا كوندكتور جديد بديامتر أكبر من الكوندكتور الأولاني. Due to increased diameter نتيجة زيادة الكوندكتور دوت الدايمتر الـ maximum voltage gradient between the conductors is reduced وبالتالي الـ maximum electric field بيقل. طيب الـ disadvantages في كورونا transmission efficiency is affected due to corona loss. حصل كورونا يبقى في حاجة اسمها الـ power loss فبالتالي الـ transmission efficiency بتقل.
even under fair weather conditions some loss is encountered. حتى في fair weather conditions, مش في الستورم بس, في fair weather conditions بيحصل ان الكفاءة بتقل. The current drone, الطيار المسحوب by the line due to corona is non-sinusoidal. لو حصلت كورونا فالطيار المسحوب بيبقى non-sinusoidal. And hence, non-sinusoidal voltage drop occurs in the line. وبالتالي non-sinusoidal voltage drop بيحصل في اللاين. This may causes inductive interference, وده بيحصل in the interference to neighboring communication lines. زمان كنا بنستخدم التليفونات اللي هي اللي بالوايرز اللي بالاسلاك, مش الموبايلز, التليفونات العاديه, واللي الخطوط بتاعتها كانت بتتنقل من بره مع الاوفر هيد ترانسميشن لاينز. تيجي تتكلم في التليفون تلاقي في حد دخل معاك في المكالمه. التدخلات في المكالمات التليفونيه دي بنسميها الانترفيرنس ويز كوميونيكيشن لاينز. كلمه انترفيرنس يعني تداخل مع الكوميونيكيشن لاينز, مع خطوط التليفونات. يبقى الكورونا دي هي اللي بتسبب التداخل مع خطوط التليفونات. تمام. وذا ابيرنس او ذا كورونا جلو, لما بتظهر الجلو بقى اللي هو عند الفيزبل كورونا فولتج, ذا تشارجنج كارنت انكريزز بيكوز ذا كورونا انتروديوسز هارمونكس. تشارجنج كارنت بيزيد عشان دي بتسبب هارمونكس. Due to the formation of the corona, ozone gas is generated, which chemically reacts with the conductor and causes corrosion. اما بتحصل ظاهرة الكورونا بيحصل الجلو اللي بيحصل دوت, غاز الاوزون, غاز الاوزون بيتولد. وغاز الاوزون ده بيرياكت مع الكونداكتور, بيتفاعل مع الكونداكتور اللي هو مصنع من النحاس او من الالومنيوم, ويسبب له كروشن, يسبب له صدأ. طيب على غرار كلمة غاز الأوزون, كان زمان يعني الكهرباء أما تيجي تقطع فالناس في القاهرة أقول لك إيه؟ ده فار السبتية. الكهرباء قطعت, إيه فار مشكلة فار السبتية؟ إن في محطة في السبتية, محطة محولات عليها واصلة بالأوفر هيد ترانسميشن لاينز. فالفولت لما كان يعلى عن 220 كيلو فولت او عن ال 66 او عن ايا كانت المحطه كانت كام عن الجهد بتاعها, يبدا يحصل تحصل الكورونا. اما بتحصل كورونا يتولد غاز الاوزون. اما بيتولد غاز الاوزون الفيران بتيجي على ريحه غاز الاوزون, بتحب غاز الاوزون, تحب الريحه بتاعته, فتيجي على الاوفر هيد ترانسميشن لاينز مع الكونكشنز بتاعتها وتقرب منها فتعمل شورت. تعمل شورت ازاي؟ ايا كان اللي بيحصل خد بالك, فتقطع الكهرباء, فيقول لك غاز بس ده فار السبتيه. يبقى كلمه فار السبتيه دي جت نتيجه ان في المحطه بتاعت السبتيه تولد غاز الاوزون اللي هو ريحته حلوه, على فكره ريحته حلوه, فبتيجي عليه الفيران فتعمل شورت فتقطع الكهرباء. معايا يا جماعه؟ حد صح يرد؟ تمام يا دكتور, معاك. ايوه دكتور. تمام. تعالوا نشوف الالكتريك ستريس كنوع من انواع المسائل. Consider single phase system consisting of two conductors A و B بالشكل ده, rounded conductors. الكوندكتور كده احنا واخدين مقطع, ها, of two conductors A and B. Each conductor has a radius of R and spacing between conductors A and B is D. يبقى كل كوندكتور ده له radius R والمسافة ما بين ال A وال B كلها هي D, اللي هي دي. مش هتعبكم بيه الديريفيشن عشان نخلص. The potential difference between the conductors is V. الديريفيشن ده انت تبقى تقراه, انا مش همتحنك فيه خلاص, فتبقى تقراه. ده السيستم اللي عندنا كده ما بين تو كوندكتورز, عشان ده انت اخدته المفروض في الاوفر هيد ترانسميشن لاينز
anyway, the field intensity or stress, هنسميه G. G اللي هو الE, الإلكتر فيلد, أو الفيلد ستريس, هنسميه G. بنسمي هنا في المحاضرة دي G بدل E. The value of G will be minimum at X بتساوي دي على 2 and maximum at X بتساوي R. خد بالك, الإلكتريك فيلد الE أو اللي سميناه G هيبقى ماكسيمم عند سطح الكوندكتور هنا كده أو هنا كده على سطح الكوندكتور. هتقول لي فين على سطح الكوندكتور؟ وهنا كمان على سطح الكوندكتور ده بيبقى ماكسيمم, وعلى سطح الكوندكتور هنا بيبقى ماكسيمم. هنا اما تقترب من هنا تقترب عند نقطة دي, عند نقطة O اللي هي دي على 2, بيبقى الإلكتريك فيلد أو E أقل ما يمكن اللي هو في النص, من الناحية دي بيقل ومن الناحية دي بيقل ومن الناحية دي بيقل, من الناحية دي بيقل, من أي حتة تانية بيقل. كل ما بتبعد عن سطح الكوندكتور كل الإلكتريك فيلد بتاعي ما بيقل. هيبقى المينيمم عند نقطة O اللي هي دي على 2, ماكسيمم عند الراديوس بتاع الكوندكتور هنا أو هنا. طيب الإلكتريك فيلد ده is given by G in general, G يساوي Q على 2 باي إبسلون X, حيث X هنا R, حيث X الأول الإلكتريك فيلد at any point between the conductors, at any point between the conductors. يبقى عند أي نقطة between the conductors عند X كده G أو الـ E هتبقى 2 باي الكيو على 2 باي ايبسلون, وعشان احنا في الهواء 2 باي ايبسلون نوت ها اكس تحت اهو. الجي ماكسيموم ما دام قلنا المسافه اكس لما تبقى على سطح الكوندكتور يبقى اسمها ار, يحصل عندها الماكسيموم الكتريك شيلد, يبقى جي ماكسيموم كيو على 2 باي ايبسلون ار او 1 على ار, ودي اكبر بكتير من هنا ار جايت من هنا يعني من القوانين اللي قبلها, فقدرنا نقول كده. يبقى سبستيتيوت ذا فاليو اوف كيو فروم ايكويشن 6 1 من فوق 6 1 تطلع جي ماكسيموم في الاخر في على 2 ار لين دي على ار. طيب في النهايه where V is the voltage between conductors. الـ V voltage between conductors لما بين الكوندكتور والكوندكتور. So far a single phase line it is V على 2. الـ single phase line يبقى الجهد لغاية النقطة بتاعتي هو V على 2 or V node. And for three phase line it is the voltage between phase and the neutral. يبقى هنا الـ potential gradient أو الـ G maximum أو الـ E maximum هو V node على R لين D على R, و in general يبقى الـ V node دوت اسمه الـ phase voltage. الـ phase voltage في حال single phase transmission line دايما الـ voltage is given as a phase voltage. في الـ three phase system الـ voltage which is given is a line voltage. أقدر أقسمه على جذر ثلاثة, يبقى هو الـ V node اقسم على R لين دي على R, حيث R الراديوس بتاع الكوندكتور ودي المسافة بين التو كوندكتورز, اديني الماكسيموم الكتريك فيلد. من هنا اقدر اقول ان الفي نود بيساوي اضرب ده في ده يبقى الR جي نود لين دي على R بالفولت. يبقى ده ايه؟ يبقى الفي نود ده هو الجهد اللي عنده العلاقة دي اهي, هيحصل ماكسيموم الكتريك فيلد جي ماكسيموم. يبقى الجهد اللي هيبدا يحصل عنده ماكسيموم الكتريك فيلد. واضح معايا يا جماعه؟ مع حضرتك يا دكتور. يبقى احنا عايزين من اللي فات ده من الدريفيجن اللي فات ان احنا نعرفه, بس انا مش همتحنكم فيه خلاص. انا عايز اعرف في النهايه ان الجي نود ده هو ار جي G maximum لين دي على R بالفولت.
شوف بقى الكريتيكال ديسربتيف فولش اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي بيحصل عنده الهيزنج نويز. تعريفه ايه؟ هو ذا مينيمم فولتج ات ويتش ذا ايونيزيشن تيكس بليس. هو ده الكريتيكال ديسربتيف فولتج. اتس كولد ذا كريتيكال ديسربتيف فولتج. يبقى هو ديفاين ذا كريتيكال ديسربتيف فولتج ات از ذا مينيمم فولتج ات ويتش ذا ايونيزيشن تيكس بليس. فور ايديال كونديشنز الكريتيكال ديسربتيف فولتج الفي نوت الديسربتيف هيبقى اسمه في دي نود، فبالتالي هو ار جي نود لين دي على ار. يبقى الكريتيكال ديسربتيف فولتج هو الفي دي نود بيساوي ار جي نود لين دي على ار. في البراكتيكال الكريتيكال ديسربتيف فولتج اللي هو الفي دي نود يعني الجهد اللي هيبدا عنده الايونيزيشن يحصل هو الجي نود اهو وادي الار اهو اضفت فاكتور اسمه ام نود ودلتا وادي لين دي على ار وده اليونتس بتاعته في فولتج بير فيز كار ام اس. كار ام اس لو انا واخد ايه الجي نود ار ام اس. طيب وير دلتا از ذا اير دينستي فاكتور اند ام نود از ذا ريجولاريتي فاكتور. الاير دينستي فاكتور اللي هو دلتا بيساوي ايه 3.92% البارومتريك بريشر على 273 زائد تي. ال 3.92% جت منين؟ جات عند فير ويزر كونديشنز 20 درجة فجت من 273 زائد ال 20 درجة واتقسمت على 76 سنتيمتر زئبق اديتها 3.92% على 273 زائد تي. يبقى ده عند درجات حرارة تي جديدة وعند بارامتر عند بريشر ضغط جوي بي جديدة استخدم الفاكتور ده اطلع دلتا. طب الفاكتور جي الام نود بنسميه الريجولاريتي فاكتور. الريجولاريتي فاكتور ده بيقول لك هل سطح الكوندكتور ده سموث ولا مش سموث، في كورجيشنز خشن ولا مش خشن، ستراندد ولا مش ستراندد. الحاجات دي كلها بتاثر على الكورونا زي ما قلنا، فبندخل فاكتورز اسمه ام نود بنسميه الريجولاريتي فاكتور. طيب والجي نود هو الدايلكتريك سترينث اوف اير. انا عايز بدايه كسر الهواء. بدايه كسر الهواء بيحصل فين؟ بيحصل عند سطح الكوندكتور اللي انا كنت مسميه جي ماكسيمم بقى اسمه هنا ايه؟ بقى اسمه هنا الجي نود اللي هو عند 30 كيلو فولت بير سنتيمتر. يبقى الايكويشن دي خلاص الفي دي نود يبقى الجهد اللي هيحصل عنده الايونيزيشن اللي هو الكريتيكال ديسربتيف فولتج هو الجي نود هو 30 كيلو فولت بير سنتيمتر كبيك فاليو او 21.2 كيلو فولت بير سنتيمتر كار ام اس. الحاله دي لو عايز الفي دي نود بالار ام اس يبقى هنا ده 21.2 الام نود الريجولاريتي فاكتور الدلتا الاير دينستي فاكتور لين دي على في الار اللي هو الريديوس بتاع الكوندكتور دي المسافه بين التو كوندكتورز الار الريديوس بتاع الكوندكتور وده اللين وليس اللوك. ناخد مثال three phase line conductors each of radius 1 سنتيمتر. يبقى radius of conductor r بيساوي 1 سنتيمتر. انت عارف لو كتبت في الامتحان كده تحل المساله في دقيقتين، تحط المعطيات بتاعتك الجيفن داتا بالشكل ده وتستخدم الايكويشن اللي بتربطه وخلاص ظهرت كل حاجه عشان ما ترجعش تقرا المساله مره واثنين وثلاثه. يبقى radius of conductor r بيساوي 1 سنتيمتر spaced at the corners of an equilateral triangle. يعني الكوندكتورز محطوطه على equilateral triangle ادي كده ادي كوندكتور
وكده كوندكتور وكده كوندكتور، يبقى ثلاثة على رؤوس مثلث متساوي الأضلاع، يبقى ده 3 فيز. وقال لي اهو خلي بالك 3 فيز اوف سايد 2.5 متر، يبقى ما بين الكوندكتور ده والكوندكتور ده 2.5، بين ده وده 2.5، ما بين ده وده 2.5. اف ذا الكتريك سترينث اوف اير از 30 كيلو فولت بير سنتيمتر. هو ما قاليش ان هو ده بيك، بس انا لازم اعرف ان هو ده البيك 30 كيلو فولت بير سنتيمتر كبيك. يبقى هنا الدي بتساوي 2.5 52 سنتي عشان يبقى كله بالسنتي. ده الكتريك سترينث بتاع الهواء جي نوت 30 كيلو فولت على جذر 2 بير سنتيمتر حولته لار ام اس. Determine the disruptive critical voltage. عايز الـ VD node at which corona will occur. اللي هتحصل عندها الكورونا. يبقى هو عايز الـ VD node. The relative air density factor delta 0.96. يبقى حط الدلتا اهو. Air density factor delta 96%. And the irregularity factor M node 94%. والـ M node بيساوي 94%. كتبت دول. خلاص عايز الفيديو نود الديسربتيف كريتيكال فولتج تو نيوترال. تو نيوترال ليه؟ لان هيحصل ما بين كل فيزا والنيوترال، يحصل ما بين كل فيزا والنيوترال. عندي 3 فيز، يبقى هو الفي نود دي نود الجي نود دلتا ام نود ار لين دي على ار. تعالوا نديفاين كل حاجه من دي للثري فيز. الفيدي نود اللي هيطلع دوت هيطلع اسمه ديسربتيف كريتيكال فولتج تو نيوترال. طيب ايه هي الدي ده؟ ايه هي الدي؟ فور 3 فيز الدي دوت هو الايكويفالنت الجيومتريكال مين ديستنس. الجيومتريكال مين ديستنس، خدتوا جيومتريكال مين ديستنس في ترانسميشن ولا لا؟ ايوه يا دكتور خدناه. طب ال 3 فيز يبقى هي الجذر التكعيبي الدي اي بي في دي بي سي في دي سي اي. يبقى الجذر التكعيبي 2.5 في 2.5 في 2.5 يطلع 2.5. يبقى فور 3 فيز سيستم لثلاثه كوندكتورز محطوطين على رؤوس مثلث متساوي الاضلاع، يبقى المسافه واحده منهم هي الجيومتريكال مين ديستنس. يبقى الدي بتاعتي هي 250 سنتي. اوكي الار هو كاتبه اهو 1 سنتي، يبقى 250 على 1. الجي نود بالروت مين سكوير لان انا هطلع ديسربتيف كريتيكال فولتج تو نيوترال، ادي 30 على جذر 2. الدلتا ب 96%، الام نود ب 94%، الار ب 1، لين 250 على 1، يطلع لي 105.7 كيلو فولت. يبقى هو ده الفولتج اللي هيحصل عنده بدايه الكورونا اللي هو الكريتيكال ديسربتيف فولتج. الديسربتيف كريتيكال فولتج كلاين تو لاين بكام؟ اضربه في جذر 3 هيطلع لي الكلام ده. مسألة سهلة وهايفة جدا، لو جات لي حاجة في امتحان زي كده ما تاخدش دقيقتين بالظبط. اوكي طيب الفيجوال كريتيكال فولتج هو ذا مينيمم فولتج ات ويتش ذا كورونا بيكمز فيزابل. الثاني اللي بيحصل اقل جهد بيحصل عنده ايونيزيشن، هنا لا ده اقل جهد بيحصل ان الكورونا بتاعتي تبقى فيزابل مرئيه. اتس كولد فيجوال كريتيكال فولتج اللي هو ايه؟ بدون اثبات اهو خلاص انا اعرفه الفي فيجوال، كلمه السبسكريبت في ده يعني فيجوال. الثاني هناك كان الفي دي اللي هو الديسربتيف اللي هو جي نود في دلتا في ام فيجوال بدل ام نود ار، يبقى دول زي اللي كانوا هناك بالظبط. ضفت عليهم ايه؟ 1.3 على جذر دلتا ار، ده الاضافه ليها اثبات، دي الاضافه لين دي على ار كيلو فولت نيوتن روت من سكوير. ذا فاليو اوف irregularity او اوف roughness فاكتور ام في factor of is different from the irregularity factor M node. It may be taken as unity for smooth conductors. لو الكوندكتورز بتاعتي smooth فباخدها بواحد اللي هي ال MV. 93% ل 98% for rough conductors.
exposed to atmospheric conditions and 72% for stranded conductors. يعني الام في دي حسب قيمتها. لو stranded conductors يبقى 72%، لو rough conductors تبقى طلع قيمتها ما بين 93% و98%، لو smooth هاخد قيمتها بواحد. will be given على العموم دايما بتعطى. since the surface of the conductor is irregular، حيث ان السيرفيس بتاع الكوندكتور بيبقى دايما irregular، the corona losses don't start simultaneously on the whole surface and it is called as local corona. يعني سطح الكوندكتور لو كان في corrugations، لو كان في تعرجات، لو كان في roughness حتت حادة، فبيحصل عندها بدايتها هي الكورونا، ما بيحصلش على كل سطح الكوندكتور. ففي الحالة دي بسميها اللوكال كورونا. في اللوكال كورونا دي الام دايما في بيساوي 72%، اند فور جنرال كورونا الام في بيساوي 82%. اوكي طيب ناخد مثال تاني. ديتيرمين the disruptive critical voltage and the visual critical voltage. يبقى عايز ال disruptive وعايز ال critical for the local and the general corona on a three phase overhead transmission line. قال لي local وعند ال general، يبقى بيديني ال M بتاع ال local وال M بتاع الجنرال. 3 فيز، خد بالك دايما هو 3 فيز ولا سنجل فيز. 3 فيز اوفر هيد ترانسميشن لاين كونسيستنج اوف 3 ستراندد كبر كوندكتورز. يبقى الكوندكتورز عندي مالها ستراندد سبيسد 25.5 متر ابارت، زي المساله اللي فاتت. المسافه ما بين الثلاثه اللي على ايكولاترال ترانجل 2.5 ابارت ات ذا كورنرز اوف ان ايكولاترال ترانجل. Air temperature and pressure are 21 degree centigrade و 73.5 سنتيمتر زئبق. اوكي يبقى الاول انا لما اقرا كده خلاص determine the disruptive critical voltage and the visual critical voltage. يبقى في دي نوت بيساوي علامه استفهام، الفي فيجوال يساوي علامه استفهام، دول المطلوبين for the local general كورونا فورش ان هو كذا. الجي ام بتاعتي ممكن ارسم الثلاثة كوندكتور على رؤوس مثلث متساوي الاضلاع كده، واقول ان الدايمتر الدي بتاعتي 2.5 متر 250 سنتي، وبعدين الراديوس هو قال لي كام؟ 1.8 سنتي اهو. قال لي كابر كوندكتورز سبيس كذا، اير تمبريتشر كذا، اكتب الاير تمبريتشر واكتب الضغط الجوي، كوندكتور دايمتر از 1.8 سنتي. كوندكتور دايمتر خلي بالك من الكوندكتور دايمتر والكوندكتور ريديس. كوندكتور دايمتر 1.8 سنتي، يبقى الراديوس بتاعي اللي هو 9.10 سنتيمتر. الراديوس في الكوندكتور اهو 9.10، دي 9.10 مش مكتوبه فيها صفر زياده او كده. الاير تمبريتشر 21 درجه هو قال لي اهي، والضغط الجوي 73.5 سنتيمتر زئبق. طيب الريجولاريتي فاكتور بيساوي ام نوت 85%، هو مديها لي الام نوت بيساوي 85%، اند سيرفيس فاكتور ام في 7.10 فور لوكال وفور لوكال اند جنرال كورونا. لا ده الام في 7.10 وبعدين فور لوكال اند جنرال كورونا 7.10 و8.10 ريسبكتيفلي. يبقى هنا السيرفيس فاكتور فور لوكال 7.10 والسيرفيس فاكتور فور جنرال ام في بيساوي 8.10. البريك داون السيرنس بتاع الهواء 21.1 او 21.8 و2 من 10، اقسم ال 30 على جذر 2 كده شوف هتطلع كام. طلع لك 21.2 من 10. اني واي 21.1 او 21.2 من 10 ما فرقتش، المهم هي جذر 30 على جذر 2 اللي هو ده. هو مديهولك 21.1 من 10 خلاص، لو مش مديهولك انت عارف ان هو 30 على جذر 2، يعني ممكن ما اديهولكش وانت لازم تبقى عارفه. الاير دينستي فاكتور دلتا 3.92% بي على 273 سنتي، يبقى ده
should be kept in mind. ما هو متاخد على اساس الستاندرد كام 20 درجه مئويه و76 سنتيمتر زئبق يساوي 392 في 73 ونص اللي هو الضغط الجوي على 273 زائد 21. شوف انا لقطت دول من هنا على طول ادي 21 73 عوض يطلع 98%. يبقى الاير دينستي فاكتور 98%. الديسربتيف كريتيكال فولتج تو نيوترال الفي دي، الفي دي نود اهو جي نود ام نود دلتا ار لان دي على ار 21.1 جيفن. الام نود ب 85% اهي بص جيفن. الدلتا حسبتها ب 98% خلاص. التسعة من عشرة دي اللي هي الراديوس لين 250 اللي هي المسافه بين الكوندكتورز جي ام دي جيومتر كان بيت ديستنس على 9 من 10 يعني 89 كيلو فولت بير فيز. طيب ده ديسربت لازم الفيجوال يطلع اكبر فور لوكال كورونا. الفيجوال كريتيكال فولت الفي نوت 21.1 من 10 ام في دلتا ار قلنا اللي زاد في الفيجوال هو 1 زائد 3 من 10 على جذر دلتا ار لين دي على ار بالكيلو فولت يبقى 21.1 من 10. اللوكال كورونا الام في هو مدالي 7 من 10 من هنا اهي اهو 7 من 10 سيرفس فور لوكال كورونا ام في بيساوي 7 من 10 في 98% الدلتا في الار 9 من 10 1 زائد كذا على كذا اللي 205 يطلع لي 96.7 كيلو فولت. اللاين فولتج يبقى جذر 3 في الكلام ده يديني الكلام دوت اللي هو 116. يعني اللي في هنا في غلطه 116.75% ناخد بالنا 116.75% كلاين فولتج. طيب فور جنرال كورونا فولتج بدل الام في مكان 7 من 10 هو 8 من 10 ب 21.1 من 10 8 من 10 98% هي هي في 52% حصل ضرب شويه حاجات مع بعض في الكلام دوت. في القانون ده بيستخدم ل الفيجوال كورونا فولتج عند الجنرال. ايه رايكم؟ ما ندخلوش معانا. يبقى انت كل الحكايه انت تعمل ايه؟ انت خد نفس القانون اللي فات دوت وعوض بالام في بتاعتك ب 8 من 10 هيطلع لك 130 و16 اور وات ايفر اللي يطلع. طيب الباور لوس ديو تو كورونا، الباور لوس ديو تو كورونا هل بيحصل باور لوس؟ نتيجة الاي تربيع ار موجود برضو في الباور لوس نفسها الهيزنج نويز ده باور لوس، والفايلوت كالر الضوء الوهج البنفسجي ده باور لوس مع الطاقة لا تستنفذ ولا تخلق من عدم زي لا تفنى ولا تخلق من عدم. فبالتالي الطاقة اللي جاية من السورس من المصدر طلع منها جزء على هيئه ضوء وعلى هيئه هيزنج نويز فقدناه مش هيتنقل فبنسميه الباور لوس. يبقى ذير از ا باور لوس ديو تو ذا فورميشن اوف كورونا ذات افكت ذا ترانسميشن افشنسي اوف ذا لاينز افكت اون ريجوليشن هاو ايفر از ليس. طيب يعني بتاثر على الريجوليشن تاثيرها قليل. الريجوليشن معناه ايه؟ ان الجهد المنقول من بدايه الخط لو 220 كيلو فولت بيوصل عند نهايه الخط 215 بس ده نتيجة الفولتج دروب الموجود في اللاين الطبيعي وليس نتيجة الكورونا. ممكن نتيجة الكورونا يقل نص كيلو فولت او واحد كيلو فولت فتأثيره مش كبير قوي. This power loss is affected by the atmospheric and the line conditions too. Power loss due to corona under fair weather conditions is given by power loss المعادلة بتاعتها التي لها اثبات طويل مش هنطالبكم بيه. Power loss بيساوي 244 على دلتا بس ده should be kept in mind. القانون ده لازم نحفظه كويس البي 244 على دلتا اف زائد 25 حيث اف التردد اللي انا بشتغل عليه. قلت لك ان احنا شغالين عند الباور فريكونسي تبقى الاف بكام؟ عايز حد يرد
50 مين اللي بترد عليا؟ أنا بسنت. بسنت ازيك يا بسنت؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ طيب واللي رد الأول مين؟ يوسف ولا مين؟ لا أنا حسين يا دكتور. حسين ازيك حسين؟ مالا طيب يبقى 244 على دلتا في اف زائد 25 جذر ار على دي الفي فيز ناقص الفي دي نوت تربيع. الفي فيز هو جهد الفيز بتاع الاوفر هيد ترانسميشن لاين الفيز فولتج. الفي دي نوت هو الجهد اللي هيحصل عنده بدايته الايونيزيشن اللي هو الديسربتيف كريتيكال فولتج. اوكي طيب واحد هيقول لي جهد الخط ده هيبقى اقل من الجهد ده اللي هو الفي دي نوت لان الديسربتيف كريتيكال فولتج هيحصل عند جهد اعلى من جهد الفيزا. طب المقدار ده هيطلع نيجاتيف بس هو هيتربع هيبقى ايه بوزيتيف في 10 اس ناقص 5 ده اليونت بتاعت الباور بتطلع كيلو وات بير كيلومتر بير فيز. كيلو وات بير كيلومتر بير فيز ناقصه ايه كلمه فيز هنا. والفي فيز الفولتج تو نيوترال ان كيلو فولت هنا الفولتج تو نيوترال. الفيديو نوت ديسربتيف كريتيكال فولتج تو نيوترال ان كيلو فولت الاف سبلاي فريكوانسي ان هرتز. وناخد مثال اكزامبل 3 3 فيز 220 كيلو فولت 50 هرتز ترانسميشن لاين هاز ايكويلاترال تريانجل سبيسنج اوف سايد 2 متر. يبقى دي اللي انا بستخدمها ب 2 متر ده ايكويلاترال تريانجل. وخلي بالك لو انا قلت لك 3 3 فيز والثلاثة كوندكتورز محطوطين على رؤوس مثلث بس مش متساوي الاضلاع السبيسنج ما بينهم مثلا 2 و3 و4 هتجيب دي ازاي؟ ها الجي ام دي اللي هو هيبقى أيوة. الجذر التكعيبي حاصل ضرب الثلاثة حاصل ضرب الثلاثة 2 في 3 في 4 مثلا وهو ده اللي هستخدمه عشان نبقى متفقين. لا كوندكتور دايمتر از 3 سنتيمتر يبقى الراديوس 1.5 زي الديننسي فاكتور ادي زي الريجولاريتي فاكتور 95% الدلتا ومديها لي يبقى الدلتا ممكن يديها لي او ممكن انا احسبها من ضغط درجه الحراره عندي 83% ده الريجولاريتي فاكتور. فايند ذا ديسربتيف كريتيكال فولتج اند كورونا لوس بير كيلومتر. يبقى الجديد ديسربتيف كريتيكال فولتج بنعرف نحسبه هنا نحسب الكورونا لوس بير كيلومتر. Assume any data required. افترض اي داتا انت ما انتش عارفها. طيب لما بيقول لي افترض اي داتا ما انتش عارفها يبقى بتفترض ايه؟ البريك داون فولتج اللي هو بتاع الهواء لانك هتستخدمه صح؟ يبقى اللاين فولتج بتساوي 220 كيلو فولت لاين تو لاين ده 3 فيز. يبقى هجيب الفيز بتاع اقسمه على جذر 3 فريكونسي اف بيساوي 50 لو ما ادانيش يبقى هو 50 باي ديفولت. السبيسنج بتوين كوندكتورز دي 2 متر ايكولاترال سبيسنج لو مش ايكولاترال اجيب الجذر التكعيب الكذا. طيب الراديوس اوف كوندكتور ار بيساوي دي على 2 يبقى 3 على 2 ب 1.5 سنتيمتر. خلي بالك من المسافات لان اللين حاجه على حاجه بيبقى دايمنشنز يبقى لهم نفس المسافات. الريجولاريتي فاكتور ام نوت 83% اير دينستي فاكتور دلتا 95%. اسيوم ده الالكتريك سينس بتاع الجي اهو جي نود 21.2 كيلو فولت بر سنتيمتر ظهرت اهي 2.10 بدل 1.10 فانا دايما هي 30 على جذر 2 وهتطلع 21.2 كيلو فولت بر سنتيمتر. بس انا لو مديها لك 21.1 استخدمها 21.1 لو مديها لك 30 هتاخد ال 30 تقسمها على جذر 2 لو مش مديها لك خالص يبقى الروت من سكوير هي 21.2 انت بتحطها. الديسربتيف كريتيكال فولتج الفي دي يساوي ام نود جي نود دلتا في ار لين دي على ار بالكيلو فولت تو نيوترال يبقى 21.2 الجي نود ب 83 الدلتا ب 95 الار ب 1.5 لين لازم يبقى ده دايمنشنلس الدي ب 200 اللي هي 2 متر بقت 200 على ار ب 1.5 طلع لي 122 685 كيلو فولت. كورونا لوس اكتبها البي سي يعني البار بتاعت الكورونا سي هنا معناها ريفير للكورونا 244
في اف زائد 25 على دلتا هي هي اللي كتبناها. اف زائد 25 على دلتا اهي. اف زائد 25 على دلتا. بدل ما محطوطه هنا اتحطت تحتها. جذر ار على دي. ادي جذر ار على دي. في في ناقص في دي نود اللي هو الفي فيز ناقص في دي نود. في 10 اس ناقص 5 ده كيلو وات بير كيلومتر بير فيز. ما ننساش. طب يبقى 244 اف ب 50 هنا 25 الدلتا ب 95 جذر 1.5 ده الار الدي اللي هي 200 سنتي. ده سنتي وده سنتي. خلي بالك او ده متر وده متر او ده ملي وده متر. فانسب يونت هنا هي السنتي. الفي دوت اللي هو 127 جت منين ال 127؟ جت من ال 220 على جذر 2 وده رقم محفوظ. 220 على جذر 2 لو شفته خده ب 127 خده بقيمته اللي انت هتطلعها زي ما انت عايز. وهنا ناقص الفي دي نود اللي انا حسبته 122 كيلو فولت ده يبقى بالكيلو يبقى ده بالكيلو اوعى تنسى. خد بالك ال 127 ناقص 122 ده حصل هنا عند اقل ويتربع ماشي اوكي مفيش مشكله خالص. يبقى جهد الايونيزيشن حتى ممكن يحصل عند جهد قريب من الفيز فولت مش شرط ان هو يتعداه. وادي دليل المساله هنا جيفن كده في 10 اس ناقص 5 يدينا هنا الكورونا لوس 3 من 10 تقريبا كيلو وات بير كيلومتر بير فيز. طب انا عايز الكورونا اللي هتحصل في 3 فيزز يبقى اضرب في 3 فيزز 3 في ده يطلع لي كيلو وات بير كيلومتر. لو مديني طول الخط 100 كيلومتر وعايز التوتال كورونا لوس اضرب الكلام ده في 100. واضح؟ طيب انت بقى هنقولها هنا الكورونا اند سبارك اوفر. سبارك اوفر means break down in air between the two conductors. ده سبارك اوفر. كلمة سبارك اوفر يعني هتحصل شرارة ما بين التو لاينز في الهواء. A formula for the spark over voltage VS which results in spark over in case of two parallel conductors can be proven to be. ممكن نثبت ليها اثبات ومش هنطلبكم بالاثبات برضو ان ال V spark over في عندي ال VD اللي هو disruptive critical voltage في ال VV اللي هو ال visual corona voltage في عند ال VS ده السبارك فولش. والسبارك فولش ميز ان حصلت بقى شرارة ما بين التو لاينز. الجهد اللي هيحصل عنده الشرارة دي هو M في دلتا في جي نود في واحد زائد واحد من مية على جذر R في الدي. R في الدي تحت الجذر في دي على R في R لين دي على ار. يبقى الار لين دي على ار مع الام في الدلتا في الجي نود دول كلهم زي اللي فاتوا اللي هيزيد واحد زائد واحد من مية على جذر ار في دي في دي على ار. طيب existence of corona can lead وجود الكورونا يمكن ان تؤدي spark over between because corona reduces the air gap اللي هو insulation between the two conductors which can lead to the increase in electric field leading to the breakdown. طيب. Two cases are under study. Spark over immediately without corona. ممكن يحصل على الخط spark over تحصل الشرارة من غير ما تحصل كورونا. أو الكورونا but doesn't lead to spark over. أو كورونا ولا تؤدي إلى spark over. هنشوف يعني الكلام ده إزاي. عندنا إثبات مهم جدا وده مطلوب منك بقى. انك انت عندك تو سلندر كان كوندكتورز كوندكتور بالشكل ده لو ريديوس ار سمول وحواليه كمان كوندكتور اكبر منه والريديوس بتاعه كبير ار كابيتال اوكي اللي هو خلينا الكواكسيال كيبل ما بينهم ماده عزل ما بينهم ماده ايه عزل اللي هو الكواكسيال كيبل. يبقى الار كابيتال
اللي هو الريديوس الخارجي من السنتر بتاع الكوندكتور لغايه اخر الانسيليشن. الار سمول هو الريديوس بتاع الكوندكتور. الاي عندي اي مسافه اكس ما بين الكوندكتور الداخلي والشيز الخارجي بتاع الانسيليشن بيساوي الفي اكس على لين ار على ار، في على اكس لين ار حيث الاكس مسافه تنتمي اكبر من ار سمول، اكبر من او تساوي ار سمول، اقل من او تساوي ار كابيتال. الاي ماكسيمم بيحصل قلنا على سطح الكوندكتور، يبقى الفي على ار لين ار على ار. الاي ماكسيمم ده ممكن يحصل لو الجهد ثابت بتاعي في ديفرنت ديزاينز او ذا كيبل. لو حطيت الكوندكتور بريديوس 1 سنتي غير ما تحط الكوندكتور بريديوس 2 سنتي غير ما تحط الكوندكتور بريديوس 1.5، في كل حاله يحصل في ماكسيمم 1 لو الار بتساوي 1 سنتي، في ماكسيمم 2 لو الار بتساوي 1.5 سنتي، في ماكسيمم 3 لو الار بتساوي 4 سنتي مثلا. هنا الار بالتالي كل ما هتزود الكوندكتور ريديوس كل ما بتلعب في الار كابيتال بتاعت لغايه الشيز او لغايه الانسيليشن. طب which one is the minimum between the e maximum، e maximum يعني ما بين e maximum 1 و e maximum 2 و e maximum 3، اني واحد اقل e maximum؟ عشان اجيب الاقل e maximum اللي هو ال e maximum minimum ما بين ال e maximum افاضل بالنسبه للradius بتاع الكوندكتور، يعني sure different designs. اوكي هيلز ال r على r لين r على r should be maximum افاضل، اما فاضل دي R لين R على R بالنسبة للR وسويها بالصفر تطلع لي الكونديشن بتاعتي. ده حصل ضرب دالتين لما تفضي لهم مش مشكلة خالص، تطلع لك ان لين R على R بتساوي واحد، وبالتالي R على R بتساوي E. يعني ايه R على R بتساوي E؟ يعني الكونديشن اللي فيها الريديوس بتاع الشيز هو الريديوس بتاع الكوندكتور مضروب في الاكسبوننشال فاكتور اللي هو الاي اللي هو 2.72% ولا 2.71% من على الكالكوليتر، هو احسن ديزاين للكيبل يبقى عنده اي ماكسيمم مينيمم، يبقى عنده المينيمم او ذا اي ماكسيمم. اوكي طيب هل ده مساله بتستخدم في الديزاين؟ يعني انا ممكن اقول ايه، ان انا هاخد الار بتاعه الكوندكتور ب 1 سنتيمتر. طيب في الحاله دي عشان احصل على مينيمم اي ماكسيمم يبقى الار بتاعه الشيز بتساوي كام؟ هنشوف. يبقى الار بتساوي 1 في 2.71%. طب لو الراديوس بتاع الكوندكتور كان 2 سنتيمتر يبقى الار لازم يكون 2 في الاي في 2.71%، دي اللي عندها يكون الماكسيمم الكتريك فيلد اقل ما يمكن. اوكي طيب يبقى الاثبات ده مطالبين بيه اللي هو من اول هنا، وده سو ايزي وخدناه وخدناه في الفيلد دي كمان اهو، كواكسيال كيبل تو جيت ذا مينيمم اور ذا ماكسيمم الكتريك فيلد. طيب العلاقه دي لو احنا جينا شفناها، لو خدنا الار على ار، الار سمول على ار كابيتال بدل الار كابيتال على ار سمول، وعلاقتها بالاي ماكسيمم، وهسمي الاي ماكسيمم جي. خلي بالك لو انت عايز تجيب الماكسيمم الكتريك فيلد يبقى الماكسيمم الكتريك فيلد هو ايه؟ بيحصل امتى؟ لما ار على ار بتساوي ايه؟ ترجع لهنا كده اهو، الاي ماكسيمم في ايه؟ لما ار على ار بتساوي ايه؟ طب لين ايه بكام؟ بواحد، يبقى هو في على ار. ده الاي ماكسيمم مينيمم، يبقى في على ار في الحاله دي قيمته الاي ماكسيمم مينيمم امتى بيحصل؟ لما الار على ار بتساوي الاي او لين ار على ار بتساوي واحد، يطلع الفي على ار سمول، يبقى ده الاي ماكسيمم مينيمم. اما نرسم العلاقه بين الار على ار مع الاي ماكسيمم بيطلع لي حاجه بالشكل ده. طب وان اقل اي ماكسيمم، اقل اي ماكسيمم، ما هو النقطه دي عندها اي ماكسيمم والنقطة دي عندها اي ماكسيمم والنقطة دي عندها اي ماكسيمم والنقطة دي عندها اي ماكسيمم وهنا اي ماكسيمم
وهنا اي ماكسيمم وهنا بالتالي اي ماكسيمم. الله. طب النقطة دي واضحة انها الاي ماكسيمم مينيمم اللي هي اسميها مدام لميتها جي اسميها جي مينيمم. خلاص. امتى؟ لما لين ار على ار لما ار على ار بتساوي اي. طب انا راسم اجينست ايه الار على ار اللي هي مقلوب الاي. يبقى لما واحد على اي بيساوي بوينت 3.68 يعني. ده الكيرف ده. ده بيقول لي ايه بقى؟ ده بيقول لي ان at constant v في كيسز مختلفة. at constant ال v بتاع الكابل الفولت فيز فولت ثابت. وان الكيس بتاعت الاولانية ان g minimum دي اقل من g نوت. g نوت اللي هو كام؟ اللي هو 30 كيلو فولت بر سنتيمتر او 21.2 كيلو فولت بر سنتيمتر. يبقى if the applied field produces E maximum over G node over G node فين G node؟ مثلا G node هنا. لو احنا ال applied field الفولتش اللي عنده اللي انا بحطه على الكوندكتور كان ولد لي اي ماكسيمم فوق الجي نود اكبر من الجي نود ايه اللي هيحصل؟ لو ار على ار بتاعه الكيبل اللي هي دي اقل من واحد على اي يبقى احنا في الريجن دي. اوكي؟ ات بوينت اي اهو يبقى ده جي ابلايد لو كان مسبب لي اي ماكسيمم اكبر من الجي نود مثلا هنا. And G applied أكبر من G node. آه. Ionization starts. تبدأ الـ ionization. And the radius increased. والradius بتاعي يزيد. And the corona is conducting. وتبدأ عملية الكورونا. وmove on the curve toward the C. ونبدأ نتحرك ناحية الـ C. And G is reduced. وقيمة الـ electric field بتقل. At C عند نقطة C لو كان بقت C G بتساوي G نوت. G نوت اللي هي ليه؟ هي بتاعة الهواء. And no further increase in radius. وما مش هيبقى فيه أي زيادة في الراديوس. كورونا ستوبس. توقف الكورونا. يبقى فسرها لنفسك كده هتلاقيها سهلة جدا. لو الـ R على R أكبر من واحد على إيه يبقى إحنا في الحتة دي. R على R أكبر من واحد على إيه هنا كده. يبقى كنا عند النقطة at point B left part of the curve and G applied أكبر من الـ G node. والـ G applied إيه؟ أكبر من الـ G node. الأول كنا بنتحرك لغاية ما نوصل كده. طيب هنا هنتحرك في أي اتجاه؟ الجي ابلايد اكبر من الجنود. ايونيزيشن ستارتس هتبدا الايونيزيشن. اند ذا راديوس انكريز والراديوس بيزيد. اند ذا ستريس جي انكريز والستريس جي انكريز. وي موف تو ذا رايت اوف ذا كيرف اند ار انكريزز مور ستيل تيل سبارك اوفر اوكيرز اند ار على ار بتساوي واحد نو كورونا. اهو نتحرك الناحيه دي كده. نبدأ نتحرك كده نتحرك كده نتحرك كده لغاية أما يحصل سبارك أوفر وما تحصلش الكورونا عند R على R بيساوي واحد. يبقى ده تفسير الظواهر اللي بتحصل. طيب الكيس واحد G مينيمم أقل من أكبر من G نوت. G مينيمم بقى أكبر من G نوت. لو كان بيتولد فيلد الجي مينيمم دي كانت اكبر من الجي نوت مش اقل. هير سبارك اوفر اوكيرز اولوز دايما هيحصل سبارك اوفر قبل ما تحصل الكورونا. يبقى الجي مينيمم هنا اهي دي والجي نوت اهو ده اقل جي نوت.
الجي نود اللي هو 30 كيلو فولت بر سنتيمتر او 21.8، بس انا حطيت على الخط بعد سبب لي ماكسيمم الكتريك فيلد، اقل قيمه لي كانت اكبر من الجي نود، فبالتالي هيحصل سبارك اوفر على طول. اوكي طيب، يبقى الكونديشنز بتاعتي دي لو الاي ماكسيمم مينيمم اقل من الجي نود، والار على ار اقل من واحد على اي، يبقى احنا في الليفت هاند سايد اللي هو ده كده اهو، دي الكيس دي، هيحصل ايه؟ كورونا ستوبس. لو الار على ار اكبر من واحد على اي، سبارك اوفر بيفور كورونا ابيرز اللي هو هنا. طيب لو عندي بقى الاي ماكسيمم مينيمم اكبر من الجي نود اللي هي الحاله دي، المينيمم اكبر من الجي نود، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل سبارك اوفر بيفور كورونا. فور تو بارل كوندكتورز فورس جريدي اكس ديستنس فور كوندكتورز، اوكي نقدر نسبة العلاقة دي السمري، وحاطط لك السمري اهو، وكده نبقى خلصنا المحاضرة بتاعت الكورونا، محاضرة شيقة وسهلة جدا وما فيهاش أي حاجة. أنا أقول لكم أكتفي النهاردة بالمحاضرة كده ساعة وتلت مش مشكلة. ايه رأيكم لو ناخد المحاضرة اللي جاية بتاعت يوم الاربع اونلاين؟